أصدقائي، ورجعنا لكم دلوقتي في الجزء الثاني. بنبقى كتير محتارين لما نيجي نخرج إحنا وأصحابنا، بنبقى محتارين أكتر لما بيكون عندنا مناسبة ومش عارفين نعملها فين، بنبقى متضايقين لو مش لاقيين المكان اللي يناسبنا وفي نفس الوقت مكان يبقى مميز قريب مننا وسعره مناسب لينا. معادلة صعبة جدا. المعادلة دي بنقابلها إحنا وأصحابنا، مش أنا بس، مجموعة شباب كبيرة جدا بتقابلهم هذه المعادلة، اللي هو عايز مكان حلو بيقدم خدمات كويسة قريب مننا كلنا في مكان مميز وكمان سعره مناسب. النهاردة احنا جايبين المعادلة الصعبة دي وهنتكلم عنها بشكل واسع جدا، فلازم تركزوا معانا علشان نعرف نروح فين. عبير هتقول لنا. هقول لكم. احنا حلينا بقى المعادلة الصعبة دي وجبنا الأستاذ ماجد علي، المدير التنفيذي لمطاعم قرية بدوية. أهلا بحضرتك، شرفتنا. في البداية كنت عايزة أعرف إيه اللي بيميز قرية بدوية عن أي مطعم تاني؟ طيب، أول حاجة بنتميز بإن إحنا الأكل بتاعنا بيتعمل كله من لحوم بلدية 100%. يعني على قد ما بنقدر إن إحنا بنسعد الناس اللي بتجينا. عندنا بنحسس الناس ان هم في بيتهم، مش رايحين ياكلوا في مطعم. الاكلات اللي هم ممكن يعملوها في البيت وبيبقى فيها صعوبه بنقدمها لهم، زي الاكلات مثلا الشعبيه بتاعتنا، الباميه باللحمه، الملوخيه، الكوارع، الحاجات الحلوه اللي كان بتتعمل زمان في البيوت ودلوقتي في ناس كتير ما بتقدرش تعملها، بنقدمها لهم بشكل كويس، بشكل جديد. عندنا كمان بنتميز باللحوم، الاكل البدوي اللي هو اللحم الماعز واللحم الضاني. بنتميز بالمشويات، عندنا المشويات على اعلى مستوى، فاحنا جامعين ما بين. استاذ ماجد انت عمال تحكي كده انا جعت، يعني انا شرفنا طبعا يا ابني. استاذ ماجد، يعني عايزين نقول لو انا عايز اروح قريه بدوية اروح ازاي؟ حضرتك تشرفنا طبعا في اي وقت. احنا في سيتي ستور في الدور الرابع، وبنستقبل الناس من الساعة 12، العملاء بتوعنا من الساعة 12 الظهر لحد 12 بالليل. طيب، اهم حاجة بقى بتشغل الناس دلوقتي حاليا الكورونا، ايه بقى الاجراءات الاحترازية اللي حضرتك بتعملها؟ طبعا الناس كلها قلقانه من الموضوع ده. طبعا طبعا كل حاجه فيها شك، بس انا بحب اطمنهم. اول حاجه طبيعه المطاعم الكبيره اللي هي زي المطاعم بتاعتنا، يعني حتى من قبل كورونا احنا مهتمين جدا بالصحه العامه للعاملين عندنا، او الجيست كمان عندنا. طبعا في كشف دوري بالنسبه للموظفين. طبعا بعد موضوع كورونا ده احنا بنبدا حتى يومنا، الموظف اول ما بيخش من بوابه اللي بره بيتقاس درجه حرارته، لو درجه حرارته مرتفعه حتى لو درجه واحده ما بيخش المطعم. الصف بيخش بعد ما بيغير اللبس بتاعه اللي هو اليونيفورم، بيبدا يلبسه، بيبقى معقم، بيبدا يغسل ايده ويعقمها تحت اشراف المدير المتواجد. وده الطبيعي على فكره، يعني ده طبيعه شغلنا. ده اللي قبل كورونا. ده قبل كورونا وبعد كورونا طبعا كان في ستريس اكتر على المواضيع ديت. عندنا المعدات بتاعتنا كلها بتتعقم كل 20 دقيقه، الاستاف كله بيغسل ايده كل 20 دقيقه وبيعقمها، كله بيبقى لابس الجلابس او الجوانتي يعني الطبي عشان يشتغل بيه. الاجراءات دي هايله طبعا عشان الحفاظ على صحه العميل وصحه ده. حتى الجست احنا عاملين له، طبعا احنا عشان في مول ففي يعني حتى الجست نفسه بيتقاس درجه حرارته في المول وكده. احنا عندنا من بدايه ما بيخش المطعم بيلاقي جهاز للتعقيم بيعقم في ايده، ده لازم. تمام. يعني احنا موفرين له كل وسائل الامان. طب بالنسبه للاسعار بقى حضرتك، عشان شايفه المكان فخم جدا. يعني الحمد لله، رغم ان التكلفه عندنا عاليه لان احنا بنستخدم لحوم بلدي، دي بتبقى تكلفتها عاليه جدا، بس احنا ما حاطين هامش ربح، مش حاطين ربحيه عاليه. تمام. يعني احنا حابين ان نبقى اسعارنا متوسطه، ما هيش عاليه جدا، ولا نقدر نحط طبعا اسعار قليله عشان نوعيه اللحوم اللي بنستخدمها. يعني من خلال كلام حضرتك احنا بنقول لكل مشاهدينا الشباب اللي عايز يروح مكان حلو قوي وكمان
يستمتع بالمكان ويستمتع بالاكل اللي حضرتك جوعتنا بيه ويستمتع بالمتعه ان انت تكون موجود في سيتي ستارز كمان، ان انت بتلف وتتفرج وفي الاخر خالص تروح ترتاح في مطعم جميل واسعاره زي ما دكتور ماجد بيقول لنا النهارده اسعار مناسبه جدا لكل الشباب. دكتور ماجد ده عايز نقول من شويه كنت بقول انا محتار انا واصحابي نروح فين، كويس ايه اللي يخليني اغير رايي واجي بدويه؟ لسه انا كنت متكلم على المنيو بتاعنا، المنيو بتاعنا فيه كل حاجه انت وحضرتك ممكن تحتاجها. يعني في اللي هو اللي حابب يجرب الاكل البدوي الجميل، وعلى فكره هو صحي جدا طبعا. اللي هو اللحوم الجديان والضاني والحاجات دي حاجه صحيه جدا، زائد اللي حابب ياكل الاكل برضه بتاعنا اللي هو الشعبي اللي هو زي الكوارع والورق عنب بالكوارع، زي العكاوي، زي الاصناف الجميله اللي بقت صعب انها تتعمل في البيت هيلاقيها. الملوخية في الاعلان جوعت الفريق العمل ده السر بتاعنا بقى. الملوخية عندنا فعلا مميزة جدا، وده مش رأيي انا، ده رأي الضيوف اللي بتجينا بتشرفنا كل يوم في المطعم رأيهم. يعني حتى في ناس منهم قالوا لي ان تفوقنا على اللي بتعمل في البيت. وده فنانة سهى دلوقتي وهي كانت قاعدة معانا من الفقرة الأولى وشافت الإعلان، فلولا ان هي مسافره كانت عايزه تروح تجرب الملوخيه. ان شاء الله تيجي تشرفنا وحضرتك تشرفنا. طيب حضرتك ربنا يخليك، انا عايزه دلوقتي اعمل مناسبه عندي وعايزه ان انا اعمل اي احتفال عيد ميلاد اي حاجه. يعني ايه المناسبات اللي ممكن يعني ممكن ولا بس غدا او عشاء عند حضرتك؟ حضرتك عندنا في اماكن مخصصه لاعياد الميلاد، في ناس بتعمل عقيقه عندنا وده احنا عملناها بالفعل اكتر من مره داخل المطعم. في لازم احجز يعني ما بيكون اعداد كبيره بنحجز قبلها حتى ب 24 ساعه ما فيش مشكله. الشركات ساعات بعض الشركات بيبقوا عازمين الموظفين بتوعهم بييجوا عندنا، عندنا مكان مخصص لكده، بيعملوا اجتماعات لو هي بدري شويه بيعملوا الاجتماع بتاعهم وبعد كده بيتغدوا عندنا كتير، عملنا حاجات يعني لو زي قلنا كده. لو قلنا كده حضرتك هترسم لنا الاجنحه او الاماكن اللي موجوده في قريه بدويه، يعني تقول لنا المكان البدوي الفي اي بي، يعني اوصف لنا كده المكان علشان نبقى عارفين انا وانا بحدد انا هعمل المناسبه بتاعتي هروح فين. طيب هو احنا بدايه ما بنخش من باب المطعم عندنا اوبن اريا، دي مكان اوبن اريا كبير، وعندنا بعد كده لو دخلنا في جزء الفي اي بي ده جزء شبه مقفول عن نفسه، ده ممكن يتعمل فيه الاجتماعات او الحاجات اللي محتاجه ان حد يتكلم فيها. وبتنفع لاعياد الميلاد لحد 35 فرد او 20 فرد. عندي جزء تاني في قاعده بدوي كده بس صغيره ان شاء الله هتكبر، دي خاصه الناس اللي هي بتحب تتصور كمان في مكان شكله بدوي او كده. هو المكان جميل والعملاء يعني طالبين مننا ان احنا نعمل جزء كبير منه كده وان شاء الله قريب هيتعمل. هنقف عند النقطه دي وهنرجع تاني علشان بس عبير عيد ميلادها قريب فالمفروض انها تحجز من دلوقتي. فعندنا جزء كبير برضو يعتبر داخل المطعم لحد 50 او 60 فرد ممكن ان احنا نعمل عيد ميلاد او لو حفله صغيره. طب ايه المفاجات بقى اللي ممكن مطعم بدوي بيحضرها لنا الفتره اللي جايه؟ طب احنا اول حاجه احنا بنعمل دلوقتي عروض كل يوم اربع بتنزل على الصفحه بتاعتنا. كل يوم اربع بينزل عرض مختلف عن التاني، وبنعمل الوجبات يعني الوجبات بتاعتنا برضه عشان بمناسبه الاسعار، مع ان الاسعار مش عاليه احنا بنعمل عروض اسعارها مخفضه بحيث ان لو في اربع او خمس افراد يحبوا يشرفونا ممكن يبقى السعر بالنسبه لهم بسيط. يعني زي مثلا بنعمل صينيه مشويات كيلو ونص مشويات كباب وكفته وشيش طاووق، بيجي معاها فرخه، بيجي معاها اربعه شوربه لسان. لا انا اتنين خلاص ده كله برقم صغير. يعني اطلب من حضرتك طبعا لازم كمان المهندسه ناهد علي رئيس مجلس اداره مطاعم قريه بدويه، فريق العمل بره بيكلموني بيقولوا لي ان هم عايزين خصم يعني بعد الاكل بره ضيعوا جدا يعتبروا ان الخصم موجود خلاص. طيب لو قلنا نكمل بقى التحضيرات اللي جايه والمفاجات اللي جايه ان شاء الله في مطاعم قريب بدويه. يعني احنا عندنا طبعا مسابقات زي ما حضرتك عارف ان احنا بنعمل مسابقات بشكل دوري. صحيح كل اللي فازوا في الفتره اللي فاتت ما حدش لحد دلوقتي راح قريب بدويه، احنا هنتصل بيكم ونحدد الميعاد لان المفروض ان احنا مع نهايه كل شهر بنبعت
الاسماء ونبتدي ان هم يروحوا بناء على المكالمات اللي جات لنا. احنا جالنا اجابات كتيره على كل الاسئله واحنا مبسوطين جدا للتفاعل، وهتنبسطوا اكتر بجد لما تروحوا وهتقابلوا دكتور ماجد وهتقابلوه، ومش هيبقى فيه شكوى لان اللي هتشوفوه هناك هترجعوا تتواصلوا معانا تاني وتبعتوا لنا تاني. عايز اقول لحضرتك، عايزين بقى لو انا عايز اتصل بقريه بدويه اعمل ايه؟ طبعا عندنا رقم مختصر 15407، ده الرقم الاساسي بتاعنا الخط الساخن اللي هو ممكن ده بنقوله تاني مره تانية. 15407 15407 ده لما اتصل على طول بتردوا عليا؟ اه طبعا. الرقم كده موجود على الشاشه. طيب العنوان بدويه الدور الرابع، قرية بدويه الدور الرابع، سيتي ستارز. الشعار بتاع بدويه طبعا اصل المشويات والاكلات العربيه. اصدقائي كل اللي احنا عمالين نقوله ده، الحاجات الصغيره اللي بنتكلم فيها ما بتعبرش عن حلاوه المكان وجمال المكان. بجد المكان حلو قوي والاكل فيه مختلف جدا، ولو انت هتقدر تروح انت ومراتك ما تقارنش الاكل اللي موجود في المطعم باكل مراتك ارجوك، لانك هتلاقي مش شرط يا محمد هيروحوا على طول هم الاثنين كده يحصل مشاكل كده مش شرط ممكن تكون بتطبخ حلو. فانا عايز اقول ان الاكل اللي هناك هيخليك على طول متواجد معاهم وهيخلينا على طول مشتركين، ودايما كمان ابعتوا لنا على الاجابات بتاعه اللي احنا بنسال فيها كل اسبوع. استاذ ماجد عايزين النهارده تقول لنا القريه البدويه، كلمه قريه بدويه تخص بس الاكلات البدويه يعني دايما، هل المتعارف عليه ان انا لما اجي هلاقي بس اكلات بدويه؟ لا طبعا، انا طبعاً. لسه بتكلم في الموضوع دوت ان احنا عندنا حاجات متنوعه، ويمكن اسم قريه بدويه جاي من كده، والا كنا سميناها بدويه بس. او طبعاً. هو اكل بدوي ده احنا بنتميز بيه. بنتميز بيه. الفكره ان انا حتى كلمه قريه ان انا احسس اللي جاي ان هو مش جاي يروح يقعد بس في مكان بدوي هياكل لحم الجديان والماعز والضاني بس، لا ده انا كمان عندي الاكل بتاع القريه بتاعتنا المصريه البسيطه، عندنا الباميه باللحمه والبطاطس باللحمه، عندنا لحمه بالبصل، عندنا الاكلات الجميله بتاعتنا دي موجوده، والملوخيه طبعا بنتميز بيها بطريقه يعني مش عاوز اقول لحضرتك، كل العملاء بتوعنا يعني ده الاساسي بتاعهم ان هم بيطلبوه. احنا بنعملها بطريقه معينه برضو بتدينا الطعم اللي هو البيت، بس يعني زي ما الدكتور قال كده اجود شويه نكهه معينه. يعني طيب دلوقتي لو انا جيت والمفروض يعني ممكن اعمل عند حضرتك مناسبه خطوبه على سبيل المثال؟ ممكن تكون في ممكن تكون حفله خطوبه يعني لو في حدود 70 او 80 فرد لحد 100 فرد ممكن. طب والحلويات اللي موجوده بقى نتكلم على الجزء ده بقى، يعني طالما جوعنا نحلي بقى. طبعا حضرتك عارف ان احنا بنتميز بالكنافه اللي على الفحم. تمام. ديت كنافه بتبقى بالقشطه، في بالتمر وفي بالقشطه والتمر، دي اكتر حاجه بنتميز بيها. عدلنا احنا كده بنجوع يا استاذ عدلنا. ده طبعا الحاجات اللي هي المشهورين بيها. تمام. طبعا بالنسبه للحفلات بتبقى بقى لو في حاجات تانية بيطلبها العميل، لو هي حفله ومحتاج جاتو او سواري او الحاجات دي طبعا العصير طبعا فريش كله جميع انواع العصائر. طب في مشروب معين حضرتك ممكن العيران ده حاجه العريان ماشي. طيب العريان ده عباره عن مشروب كده بيبقى بيهضم بيساعد على الهضم، ده مشروب جميل جدا يعني بعد الاكل ده بيبقى بيساعد على الهضم كويس جدا. ده هو برضه مشروب يعتبر بدوي او خليجي ده اصلا. هو حتى اسمه كمان مش اسم مصري او اسم متعارف عليه يعني. تمام. طيب ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنخش ان شاء الله على راس السنه واحتفالات راس السنه والتحضيرات اللي ممكن نوعد اصدقائنا بيها. يعني احنا بنحضر طبعا من دلوقتي لراس السنه، وان شاء الله هيبقى في مفاجات كويسه يعني في راس السنه، هيبقى اكيد هيبقى في فرقه موسيقيه تبقى موجوده معانا بمناسبه الاحتفال وراس السنه،
وان شاء الله يبقى في مفاجآت برضه، يعني مش عايزين نغش، مش عايزين نقولها دلوقتي، احنا على طول مع بعض. طيب احنا في الفترة اللي فاتت، في الأسبوع اللي فات، قلنا مجموعة من الأسئلة، وقلنا بنوعد أصدقائنا في كل حلقة إن هم بيبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة علشان نقدر نختار من بينهم الأسماء اللي فايزة في كل حلقة. الأسبوع اللي فات احنا عندنا مجموعة من الجوائز، عندنا من مجموعة أول حاجة مطعم قرية بدوية بيقدم لنا جايزة كل أسبوع. الجايزة كل أسبوع هي دعوة العشاء لفردين. النهاردة هنسحب الاسم الفايز، هنحاول إن احنا نسحب مجموعة الناس اللي كسبت خلال الأسبوع اللي فات. عبير هتسحب وتقول لنا الاسم الأولاني كان مطعم تجور بيقدم لنا 500 جنيه جايزة. هنشوف مين اللي فاز بال 500 جنيه. سعد إبراهيم رزق الله، ألف مبروك سعد إبراهيم رزق الله، فاز ب 500 جنيه في دعوة العشاء من توجور لفردين. نشوف الاسم. كريم محمود. ندخل بقى على مطعم بدوية، قرية بدوية. محمد فوزي محمد علام، ألف مبروك، هتروح تقابل دكتور ماجد في قرية بدوية. عندنا كمان شركة الفراعنة بتقدم لنا 250 جنيه في كل حلقة. سيدة علي محمود الليسي، سيدة. وكمان موقع inmasr.com بيقدم لنا في كل حلقة 250 جنيه. الأسبوع اللي فات كانت معنا الدكتورة داليا أبو المجد وقالت السؤال، كان السؤال عبارة عن الشعار انت تصنع واحنا نبيع. الجايزة 250 جنيه، هنشوف مين اللي فاز بيها. استاذ دينا الاسم، استاذ سعيد محمود محمد. سعيد محمود محمد. اصدقائي، كل الاصدقاء اللي فازوا معنا، احنا لسه ما قلناش الاسئله بتاعت النهارده. الاسئله النهارده، سؤال النهارده لقارئ بدويه اللي هيقوله لنا النهارده الاستاذ ماجد. لا حضرتك بقى اللي تلقي السؤال. طب نقول السؤال. النهارده دكتور ماجد قال لنا عنوان قريه بدويه. لو انا عايز اروح قريه بدويه هروح فين؟ دكتور ماجد من خلال كلامه قال لنا السؤال. المهندسه ناهد علي رئيس مجلس اداره قريه مطاعم وقريه بدويه بتقدم لنا في كل حلقه دعوتين للعشاء من قريه بدويه. ابعتوا لنا على الواتس اللي موجود بيظهر على الشاشه حالا علشان نشوف مين الاسبوع الجاي اللي هيفوز معانا. عنا اسئله تانية. سؤال مطعم تجور، ايه هو المطرب المفضل في المطعم؟ لو رحت مطعم تجور هتلاقي فيه مطرب معين بيشغلوا اغانيه على طول. الجوائز دعوه لفردين على العاده الغداء او العشاء و500 جنيه. في عندنا السؤال الثاني بتاع تجور، ايه المطرب المفضل في المطعم؟ السؤال بتاع inmasr.com، موقع inmasr.com بيقدم لنا في كل حلقه 250 جنيه. السؤال بيقول ايه الالوان الموجوده في اللوجو الموجود في الموقع؟ ايه هي الالوان الموجوده في اللوجو في الموقع؟ عندنا شركة الفراعنة المهندس عايد العدس بيقدم لنا في كل حلقة 250 جنيه. السؤال في الحلقة النهاردة بيقول، هو اتكلم في الحلقة اللي فاتت عن نوعين من أنواع القراميد اللي بتمتاز بيهم شركة الفراعنة، ايه هما النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ نرجع تاني للأستاذ ماجد ونقول أستاذ ماجد، لو انت عايز تبعت رسالة لكل المشاهدين اللي بيشوفونا وعايز تقول لهم ايه اللي يخليهم يسيبوا اي مكان تاني ويجوا مطعم بدوية؟ طبعا اهم حاجه ان هو يحس ان هو في بيته، مش هيحس ان هو في مكان في مطعم تقليدي، ولا هيحس ان هو في بيته بالفعل. من ناحيه الخدمه هيحس بان المنتج اللي بيتقدم له او الوجبات اللي بتقدم له فعلا جودتها عاليه. هيحس ان الاكل المصري مصري واصيل زي اللي كان جدودنا بيعملوه كمان. تمام. وهيحس كمان ان الاكل البدوي اللي عندنا هو فعلا اكل بدوي بس بطريقه حديثه شويه.
تمام. وطبعا الناس هي اللي تحكم على الكلام ده وتيجي تشرفنا في اي وقت احنا في استقبال. وبنوعدهم كمان انه هيبقى في اسعار مميزه وفي طبعا اسعار مناسبه. في عروض على طول الاسبوع بيبقى عندنا عروض، وزي ما انا قلت ان هي كل يوم اربع بننزل العروض بتاعتنا. طبعا. بتفضل لحد الاربع اللي بعديه بيتغير بعرض تاني. يعني لما يكون المكان ممتاز قريب مناسب سعره كويس امن لانه بيقوم بكل الاجراءات الاحترازيه اللي تامنك انت واولادك، اللي تامنك انت واصحابك، اللي تامنك انت وخطيبتك، اللي تامنك انت وزوجتك. لا ده انا لازم اروحه اشوفه اجربه على الاقل. واكيد انا متاكد زي ما دكتور ماجد بيقول ان انت لو رحت هناك مش هترجع تاني غير ما تروح لهم تاني ان شاء الله. قريه بدويه بتمتاز دايما بنقول بدويه اصل المشويات والاكلات العربيه. عبير هقول لك ايه يا محمد، خلاص هو جواني لازم اروح. لازم اروح ان شاء الله تشرفونا. ان شاء الله. اصدقائي انتظرونا كل اسبوع قبل المعدة بساعه في برنامج كل الناس نيوز. كان معاكم محمد هاشم، عبير زياد، بشكرك دكتور ماجد. شكرا. نورتنا. اشكركم.